ما السبب الذي يجعل بعض الأزواج والزوجات يتغيرون سلبا بعد الزواج؟ نعم كوثر. عدم الاهتمام. عدم الاهتمام خطأ، لأن أكو بعض الأسباب المهمة. السهل الاهتمام بالله يعني شوية كذا، أكو أسباب مهمة. شو تقول أخ فرقد؟ أقول الشهرة. الشهرة؟ الشهرة، أحد الأزواج صار عنده شهرة ما يعجبه، يرتبط بشركة بالخيانة. خلنا شوف الشهرة. أنا فنان مشهور يعني صار عندي مشاكل سلبا، ترى أنا صار لي 30 سنة متزوج. الله يساعد المشاهير، الله يساعدهم يا ربي، الله يساعدهم. فوقها الناس لاحقيهم، ها ها زوج، ها ها طلق، ها ها زوج، مو بالله. يلا خلوا نروح اذا على من؟ على مريم. شو تقولين مريم؟ الكذب. ها؟ الكذب. الكذب احدهم يكذب على الاخر. خلينا نشوف الكذب. نعم نعم، غياب الصدق يعني الكذب. واذا نقول لك قرروا أن نسألكم نجي وياكم نلعب لو تحاولوه. أنا؟ ها؟ يلا قرروا بسرعة. إلهم. إلهم؟ شنو هالكرم هذا الحلو؟ تفضل ست كوثر وتفضل أستاذ فرقد. سؤال سهل ما يخوف، بالعكس فكروا بي زين، اجتماعي، إنساني، أخلاقي. السؤال ما السبب الذي يجعل بعض الأزواج والزوجات يتغيرون سلبا بعد الزواج؟ كثرة المشاكل. ها؟ كثرة المشاكل. كثرة المشاكل موجودة.